قبل ما جا الوقت فين نرحبوا بالضيف ديالنا اللي جا نقول لكم انا هاد اليامات يعني كتدخل على تيك توك كتسمع هذيك الفاكونس في مالاكا اه اش نقول لكم هذه الايامات الى بالكم تيك توك مرون واحد شويه فسي بسبب ياسمي رايز اللي دار واحد الميدلي رائع واول حاجه فهو صاحبي وتنقول لكم مرحبا بك شكرا بزاف انك معايا نصفق عليك اخويا ياسمي رايز شكرا الله يحفظك نصفق عليك سافا الله يحفظك خويا نانيا ديما فرحان كنكون معاك إحنا بلا هاد الشيء هذا كله كنتلاقى كنتقاو وحنا صحاب ديما الحمد لله شكرا على التقديم الزوين انا ديما كنكون فرحان مي كنكون في شاديه اف ام وشكرا بزاف بزاف بارك الله فيك وانت كما تنقول راه ولد دار يعني لا في الاذاعه لا في التلفازة هذه فيها امل هذا الامل ديالك اللي كيخلوك انك دائما تكون دائما حاضر معنا وكنتوحشوك انك يعني تكون معنا ياسر اول حاجه اول حاجه غادي نقول لك فبرافو عليك بح. لانك انت واحد ل... انت واحد الانسان تبارك الله عليه اللي اوفر بزاف ديال لي ستيل ميوزيكو يعني من الاول الناس فاش شافوا يا رايز يعني بدا في المجال ولا بدا في ولا بدأ في المجال الفني وبدا يغني. قال تيقولوا انه غادير واحد ستيل ابخي فكل مره كتفاجئ ال... كتفاجئ الناس بواحد ستيل جديد وستيل اللي دايوغ يعني خدام دابا واش هذا سيتي لو شوا ديالك ولا غير سيتي اون بروبوزيسيون شي واحد طرحها لك شوف كيف ما قلتي انا ديما وديما كنت كنقول لك بين كندوز عندك كندوز عندك, سبحان الله العظيم في لي زيتاب كلهم دزنا في الاول في ليبنوز ليبنوز اقل شيء في 2018 واقيلا 2018 2017 واو واو واو, واو. آه. كثير كثير الايام اخي سي من بعد ملي من خرج اول شونسون طياره طياره تسمعك معاك عاوتاني ودابا في السيل ديال الراي ديما يعني ديما كيعجبني جديد كخاف بزاف نطيح في لا روتين انت كتعرف ولينا في واحد العصر اللي كيمشي بالزربه وكيتبدل بالزربه بسرعه دونك <applause> الانسان اللي ما كيعرفش كيفاش يمشي معاه طبعا غادي يطيح في كما كنقولوا في التكرار وغادي يطيح في لا وغادي يطيح في الفشل <applause> ففوالا خصو الانسان يكون سوبل يكون فليكسيبل ويمشي مع الناس شنو كيبغيو ويدير الحاجه مزيانه كيف ما كنقول لك ديما يعني راه نفس الجواب الفنان خصو كيف راح مع الجمهور ديالو كينشط الجمهور ديالو انت كتعرف كنعيشوا واحد الوقت اللي فيه بزاف ديال بزاف ديال الناس فيهم ديبريسيون هذا فاحنا كنحاولوا نديروا جهدنا كامل باش نفرحوهم انت كتعرف شي حكي يأخد لي نيرجي شحال حكي ديال الجهد <applause> مي الحمد لله ملي كتشوف ناس فرحانين الناس كيديروا لي فيديو كيما شتي الناس كبار صغار لي فامي مع بعضياتهم هذا هو الهدف ديالنا الحمد لله الحمد لله انا شوف انا ما نكذبش عليك انا بيرسونيل مون انا ما كنسمعش بزاف الراي يعني فهم فهمتي كنسمع الاغاني الراي اللي اللي تيقدر يكون انا مثلا ديجا ديجا سمعتهم في صغير ولا شي حاجه وعندي أصدقاء حتى واحد الاصدقاء حتى هما من نفس التسجيل الله ذاك النهار يعني مريحين و يعني جيت كنوريهم دري قلت لهم شوفوا دري صاحبي دري اغنيه جديده دري كلهم بداو كيتحركوا دري كلهم ناضوا بداو كيرتحوا بداو يعني لو ستيل اللي حطيتي به هذاك لو شوا ديال الاغاني ديالك يعني تيقول لهم الدري راه دار لنا شي حاجه شي حاجه اللي جديده و... وما كتملش يعني الديسك فاش كتبدا يعني ما منه كتشي الاغنيه 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 ودوك الاغاني اللي اللي كما تنقولوا ضاربين وكيلزون زون كاتوني سوغ سوغ لي ريزو وصافي يعني كيبان لك دابغ الدراري كل شيء كيتحرك وكيمشي كيصطاح سال الديسك عاودناه 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 تحفظناه تحفظناه كامل فوالا هذا هو الحمد لله كما قلتي بنادم كيتحرك صحه اغنيه سي اللي كيتحرك صحه كان بزاف ديال الخدمه كيفاش قلت فوالا عاوتاني هذا الرايف اول مره غادي نغنيه انا التحدي دي هذا ديما عندي ديال اول مره اول مره فقلت فوالا اول مره غادي ندير الراي الراي بروالي وحاجه اللي شويه صعيبه ده باش تحلي اسمي راه تنقاطعك ولكن بروالي تحلي نعرفوا الكلمات بغينا نعرفوا إن دابا انت جو بونس فهمتي قلبتي مزيان والدومين ديالك الوغ الراي دي. ألو كما قلتي فيه بزاف ديال سيل كاين الراي كلاسيك بحال اللي قلتي بحال اللي كنقولوا ديال خالد بحال اللي كنقولوا ديك ديال حسني وهذا كاين الراي سونتيمونتال داك ديال الحب بحال ديال عاقل بحال هذا وكاين الراي كاين الواي واي 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 فحال داكشي دابا اللي معروف ديال مامي دو شابه ورده وهادشي وكاين البروالي البروالي كيكون سي سويت يعني يعني بحال الشعبي ديالنا هو هذا كيكون بايقاع سي سويت كيكون محرك كيكون شاخط فوالا هذا هو السيل قلت جات الوقيته ديالو باش غادي نديرو بديت كنسمعوا دابا هذه مده انا قبل ما نكذبش عليك يعني كنت الراي كان كيجيني باش نهضروا بكل صراحه كنقولوا هذا الراي شويه بحال اللي كنقولوا مصاخ ولا كنقولوا ديال ذاك المريولين او او مم. او يعني انت عارف هذا لي بريجوجي على مم. على ذاك السيل ديال الراي من بعد بديت كنلاحظ شويه بشويه ان هذا السيل هذا مع سيرتو مع تيك توك ولا بالعكس ولا محبوب عند الناس وديسك كنشوف ان بزاف ديال الناس ولاو كيسمعوه ولكن واحد القضيه حتى هو انه بزاف ديال الناس اللي مفحنا فحالنا في السيل ديالنا كيسمعوه ولكن فحال نقول لك ما كيرضاوش يقولوا أنك كيعجبهم لان كيجيهم ان داك السيل شويه عيب. عيب عيب, عيب فقلت اجي علاش لا ما نديروش حنا عاوتاني انا نضحي بنفسي ألي... وعليك <applause> ونديرو علاش ما يشوفوا هذاك ياسمرايز بهذاك البروفيل ديالو شهاب وكذا وهذه يغني هذاك الراي وي. فهذا هو اللي كان التحدي ديالي ودرناه الحمد لله دازت هذيك اللعيبه كيف ما يعني كيف ما كيف ما قلت لا شوف تحدي فهو يعني لا شونسون يعني كانت واعره وغادي يعني غير باش الناس اللي مازال ما تسمعوش الاغنيه نعطيهم بشي تكستخي لانه انا من غير تكستخي فهمت ولكن بعدا كاين لا بارتي كتبان لي بزاف ديال كل شهر شدي المنظر كل شهر شدي المنظر دزت العاقل ولكن لا فاسون اللي عاودتي بها انت

تعطيني انرجي زوينه بوزيتيف بيان سور بيان سور والله ياغي يعني شنو نقول لك انا شوف عندي قصص مع هذا المهدي درت مشاكل ماشي مشاكل مي بليطو يعني قضيت لي شي واحد الدواسه كانوا عندي انا الوالده سميتها فاتحه اوكي الله يخليها فهمتيني نايس 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 الله يخليها الوالده كتشوفي كتشوفي هي بلي حقتي قبيحه ناري ولكن سبب الله لا حق كمشي والله الا غادي كمشي كتشوف كيعجبها الحال اه انت شو الدراري شو الدراري مرضيين تيغنيو دايا هاد لا فيديو هادي عندي في تيك توك في تيك توك دار دابا على جوج المليون هادي هاد لابارتي ديال الفاتحه ديال الفاتحه وفي انستغرام جو بونس واقيلا شي نص مليون ماشي 1000 كومونتير هي فاتحات فاتحه فاتحه كل وحده بطايقه شي صاحبتها فاتحه وهذا بلان مزيان مزيان سي فغي جو بونس ملي كتش ملي كتسيت شي نون ديال شي واحد حتى هي كتكون عندها واحد لامباكت جو بونس دابا فهمتي اي وحده فاتحه غادي يعجبها الحال سيرتو جات في المود فيه زوين بوزيتيف كيعطي ديك الانرجي الفايب زوين وهذا دونك جات مزيانه تنقول فتيحة تيه تيه فتيحة فتيحة سيمية. سيمية <تكتور> تنقول اخت فاتحه انا ما تقلقش حتى هي حتى هي لا لا بعدي في اغنيه وصافي واخت فاتحه نقلبوا على هاد فاتحه كامل نقلبوا على السميات ديالهم غنغنيو لهم عاوتاني شي اغنيه زوين سي فري سي فري دونك تحيه لاي فاتحه كتسمع لها دابا تحيه كبيره تنقول لهم تنقول لهم يعني تبارك الله عليكم فاتحه سميه غزاله واخا آه 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 ما بقاتش دابا برك عارف طوندونس واحد ما تركز على شي ولد ولا شي بنين كيقلب على شي سميه ما كايناش فهمتي الوغ كو ديك السميات واعرين بالعكس فوسفوساء سميات بشكل لغز الاسميه الاسميه في <applause> <جدا. تصفيق> حلقه تبقى تقلب لها ما تبارك الله عليك غادي نسمعوا هاد الميد هذا اللي درتي صراحه درتي واعر مي قبل ما نسمعوا غادي نرجع هاد لو شو ديال الاغاني درتي يا سميرايز <applause> واش مشيتي قلبتي وسمعتي بزاف وشتي الاغاني شكون هما اللي قدروا انهم يجيو باسكو سي با فاسيل يعني دروم كاميز كما تقول سيغون بيست ويجيو عاوتاني مكارين يعني وش واش قلبتي في شحال ديال الوقت باش لقيتي الاغاني اللي غديرهم انا تقريبا دابا شي عام بعدا شي عام فريمون عام وانا كنسمع هذا السيل مزيان انا قلت لك في الاول ما كنتش كنسمع له باش نهضروا بكل صراحه يعني ما كنتش مركز بزاف في السيل كنت <applause> جديد داخل جديد عليه جديد انا الـ الـ الاغنيه اللي غنيت راه بروي شوف الراي غنيته في 2020 كنت درت واحد الكوفر ولكن كان راي سونتيمونتال شكو شكون اللي قال ديال شاب عمرو ومعها كي ندير معاك انت ديال بلال كان هذا يعني راي ولكن سونتيمونتال من بعد كنت دي درت راي برويلي الصراحه الصيف اللي فات راني عانيت لا كان واحد الاغنيه سبيسيال. سبيسيال 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 عمري <applause> سبيسيال هذا كنت درته تا هو برولي مي دابا جات الوقيته اللي بروالي فوالا كوفر اغاني كيكونوا ديجا هما معروفين مي تعاودهم حيت هذاك هو السر وتعاودهم بواحد الطريقه ديالك تعطيهم بواحد لاصوص ديالك دونك فوالا سمعت بزاف ديال الاغاني اللي هما برواليين ومن بعد درت لهم الا لاحظتي في الاغنيه ما جاش ديك الشير هكذاك باغازاغ درت لهم واحد الترتيب سافاي <applause> بديت فيها في الاول أه تبغي اللي عنده الراج وكذا وكنكبر بها وكل شهر شدي المندا وهذه 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 من بعد قلبت على ياك منا ويا اختي صايبت لنا باسطه من بعد اه. يوم مشكلتيها قفرتيها اه. اه. دونك مشات فهمتي من الاول يعني كنا احنا مع بعضياتنا بالتالي فاركة. زادت في عيقات في داك ديال ديال دي برانسيس قلنا لها يلاه تهلا جمع شوف واحد الترتيب هاد القديم ما رديتش ليها البال ما كاين كما تنقولوا اون واحد الكرونولوجي واحد الكرونولوجي في لو ديال في ديال لي شونسون على العموم فلا واعره بزاف مازال غادي نتكلموا عليها وغادي نتكلموا حتى على الاغاني اللي درتي قبل منه باسكو جو بونس اخر اغنيه قبل هذه كانت هي راني عانيت لا كانت نيه 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 نية. نية. راي. نيه 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 يعني ماشي غير جيتي ودخلتي درتي هذا الميدل هذا باسكو اليوم كنلاحظوا انه مثلا حتى في لي كنلاحظوا انه لي كوفر باغ فوا كيتشافوا اكثر من اكثر من اللي كيغنيوهم عليهم يعني مثلا, صح صح مثلا صح. دي كوفير اللي كيديروهم هذاك شاب مومو ولا ولا, ولا. ولا شاب ديال الاغاني ديال شاب وحيد غادي ستون سو فرونس هذيك كتلقاهم انه لي كوفر كيتشافوا اكثر وانت درتي دوك لو ستيل يعني عمري ماشي انا شي فنان مغربي ماشي ماشي نقول در سي با لو دي واي واي مي در راي يعني بهذاك لومبيونس ديال الاستوديو باسكو فهمتي زاجي تيكون ديما في الاستوديو دي وكيريحوا سيت اون بروميير غادي نسمعوا هذا شونسون ديال الميد دي اللي نسمعوا الميد ديال الراي اللي داروا ياسمي رايز واش نقول لك اخويا ياسير اخويا آه ياسير سخفتينا اخويا عرقنا عرقنا <applause> ما يمكنش اخويا ما يمكنش نحي احنا واش حنتنا والله الا تبارك الله عليك سيت واحد البارتي الاخرى <applause> ديال الاغنيه جو بونس ديال الشاب بلال بلال عرود هذاك ديال 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 دي بلا العرود سميتو هاد الدري هذا ديال الشوايه دي ديال فوق الشوايه كانت غناتها غناتها بزاف دنيا باطمه ياك هي اللي زادت شراسه اكثر وي غنيا في السواري واش غناها قبل ما يغنيها دي زيدروس لا دي زيدروس كي فوق الشوايه وعنده هذيك فوق عندك. واحد لا هذيك في واحد اللحن واحد اخر مم. دي زيدروس هذاك كان واحد اللحن واحد الاغنيه ديجا كاينه امريكانيه غير زعما لاسبيغاسيون ديال الكلمه آه. دي قبل شويه لا لا فوق لا هذا غناها واقيلا هذا قبل

يتقلا في المقله هذه حاجه هذاك الشيء اللي كاين ياسر <applause> سي فغي ملي كندوي على ملي كندوي على الكوتي ارتيستيك انه ان سي فغي اليوم تيكون بزاف ديال الناس معاك في الاول يعني تكون بعض الاصدقاء بعض لي زامي بعد كذا وكي كيسحب لي انه مثلا يعني انت تقدر تكون تبدلتي ولا صحابك كنتي معاهم ابخي يعني كتكون ظروف ديال العمل ظروف ديال الخدمه لي تورناج لي كليب داك الشيء كدير ابا يعني شي وحدين بحال قلت العلاقه ولا الصداقه ديالك كتنقص شويه بشويه كتحس بهذه القضيه انه شي واحدين كيحسبك باللي انت تغيرتي واحد شويه كترا 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 سي نورمال بنادم يعني كي ديما ديك سوء النية ديك سوء الظن يعني بنادم كيقول فوالا تبدل عليا ولا شي حاجة وهذيك صارت طرات قبل 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 فواحد لابيريود يعني قبل تم ليبنوز كاين شي وحدين مثلا كنت كتجلس معاهم كثار كتقهوى معاهم كثار مي من بعد ملي كتشغل سي نورمال داك الشيء كيقلل كي, كي لأن يعني كتشغل مي بنادم كيفهمها فوالا كيقول لك تبدلتي علينا ولا شي حاجة مم. مي ديما كندير جهدي زعما باش نقلي ما اللي قرر الهضره كندير جهدي باش بنادم ما ي... ما يوصلاش يعني ديما كنحاول نخلي كونتاكت نسولف بنادم وهذا وتريح مع عادي نورمال فهمتي نورمال عادي اصلا شنو تبدل زعما ما تبدل حتى شي حاجه مي غير كاين شي وحدين انت كتعرف الشيطان كيوسوس وبك يكونوا ضعاف طبعا. هادشي اللي كاين صافي عادي دايوغ نقدر نقولوا انه يعني الواحد يعني بحكم كما تنقولوا الدومين ديالو انه اليوم صافي غير انه تكون صداقات اكثر يعني في المجال الفني يعني يكون ديزارتيست يكون ديزانفلونسور دي يعني جوج اللي تيخدم معاك يعني هنا ال... كنقولوا يعني كما تنقول لك الدائره وداك دي المونتوغاج ديالك كتبدل اوتوماتيكمون مع الناس اللي كانوا شحال هادي ما صافي با ديال انك كنتايا يعني راه تبدلتي ولا ما بقيتيش كيف ما كنتي ولا شي حاجه ولا ياسمي راه ياسمي رايز دايوغ القضيه هذه ديال دي دي ياسمي رايز ياسمي راي 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 ديجا تما راي, دي دي راي كاين من الاول <applause> كاين عندك كلشي مخطط الاول من الاول يا اسمر الرأي الراي هو اللي كاين هو لك الله عليك فانت تالقتي تالقتي في هذا انا صراحه والله ماشي زعما حيت انت معايا ولا شي كتسمع الاغنيه وكتعاود انك تبغي تعاود تسمعها باسكو الا جيت تسمع كل اغنيه بوحده من هذا الماتلي ما فحال ما غتقنط غتقنط ما تسمعهمش كاملين تسمع مره جوج صافي دابا كنشوف مثلا غير مثلا شي فيديو سو انستغرام شي حاجه ولا شي ريل ما كتكملوش ما كتقدرش انك تكمل الفيديو كامل كتشوف يعني شويه كدير واحد 10 سكوند 20 سكوند صافي كدوز ولكن شي حاجه باش بانها تشدك صعيب باش انك تعاود يعني مثلا تبقى تعاود تسمع لها صعيبه بزاف برافو عليك هاد اللعيبه هذه سي فغي دابا مع لي ريزو سوسيو بقوه مكسل الكونتوني ولا كيمل شحال الا تعقل واحد الخمس سنين ولا ست سنين اللور كتلقى كنت كتدخل اليوتيوب تسمع لا شونسون تشوف الكليب من الاول حتى التالي دابا مابقاتش هاد القضيه هذه لي كليب دابا التالي كليب مابقاوش بقاوش حتى الناس كيتفرجوا فيهم بزاف اولا لأنه ولات نفس الحاجه كتكرر تقريبا في لي كليب صافي يعني نفس القصص نفس التمثيل نفس دري كيجيب دريه كيجيب طونوبيل كيجيب فيلا كيجيب كذا يعني نفس حاجه كتتكرر تعاود واباغ هادشي يعني الكونتينو كثر بزاف لي ريزو سوسيو يعني اللي كيدير لي فلوغ قال لي كيدير المهم محتويات بزاف فولا صعيب 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 بزاف انا كتشد لاطونسيون ديال الناس دونك خصك تكون ذكي بزاف باش تقدر تخلي الانسان يعني الناس يركزو معاك بلا ما درت تفاهه داكو بيان سور وانت يعني انت التفاهه كتشد الناس ولكن لا دابا التفاهه يعني انا والله لا انا دابا كنت كنشوف شي شو وحدين شي حاجه في فيسبوك او انستغرام راه والله الا كنت راسي وتبقى نقول لا اله الا الله راه هادشي راه ما يمكنش ولكن شوف عاوتاني كنرجع تنقول ان كل واحد الاختيار ديالو شي واحد يعني زالك عصا وقال لك شوف هادشي آه. صحه آه. انت كتشوف داكشي اللي بغيتي وعلى آه. حساب آه. الكونتوني انت اللي كتبغي آه. والمهم انه الكونتوني اللي يكون انه محترم والناس انهم يقدروا يتفرجوا فيه دايما باش نرجعوا عاوتاني شويه نهضروا باسكو كاين بزاف د الحوايج ما نهضر معاك فيهم ياسر ياسمين رايز سكو لا ترانزيسيون درت مثلا من ليبنوز للفن اليوم جو بونس انا واحد ربع سنين ديال لاكاري ربع سنين ديال خمس سنين لا اول مره اول مره درت ان سبيكتاك ديبنوز 2013 لا لا فن زعما جو بونس لا بروميير آه في الغناء في الغنا من 2020 2020 في جونفي 2020 بالضبط كان خرجت الطياره اول اغنيه اكزاكتومون دونك دابا شحال دونك 3 ans 3 3 ans تقريبا 3 ans 3 هذه يعني ما لاحظناش انه يعني كنلاحظوا دائما ملي تيكون شي واحد تيكون في شي دومين وكي كي سويتش شي دومين اخر فكنلاحظوا كيبقاو يهضروا الناس بزاف وكذا وكذا انت تقدر نقول درتي واحد لا فاصون الناس قبلوها بواحد بواحد سهوله بواحد سلاسه شنو هو السر السر اخويا السر انا كنظن على حسب اللي كنظن <applause> اولا الحمد لله حيت كانتكم برودوي مزيان هذه اول حاجه يعني كانتهم اغاني اللي مسجلين كاليتي بحال اللي كيسجلوا مغنيين اللي كاينين 10 سنين قبل مني وهذا يعني كنمشيو الأحسن لي اللي كاين كنحاولوا يعني ن... آه، كنحاول ديما نوع في الاغاني وهذا و... مي جو بونس كاينه القضيه في الاول الا تعقل من كانت خرجت الاغنيه الطياره يعني في بلاص ما ان الناس يتلهاو آه مع وي. وي. ديك ال... كيف كيفاش هاد لا ترانزيسيون بلي بنوز هذا كانت وقفات مع ديك اللعيبه ديال ديك التشبيه اللي كنوقع مع سعد الى تعقل ديك الطياره كنوقع التشبيه بزاف مع سعد بزاف لي ديتاي طيف الاغنيه ولا اللي قال في الصوت اللي قال في اللباس اللي قال في الحركات اللي... دونك هذه في حلات اللي فاتهم كانت <applause> شويه بحال <حلق أقول. تصفيق> يعني من حسن الحظ من بعد في الاغاني اللي لي مور طياره كانت بقات هاد القضيه ديال سعد شويه 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 اللي كنوجهوا له ضيق تحيه كبيره <applause> فينا كبير وكيشرفنا <applause> دونك بقات واحد شويه مي من بعد زالت من بعد زالت ملي بديت كندير اختيارات مختلفه ملي بديت كندير انا يعني كان سي نورمال كتبدا ديفلوبي واحد الطريقه ديالك ما كتبقاش يعني انفلونسي اللي بغينا نقولوا بشي واحد اخر ولا شي حاجه دونك بدات كتزول بشويه بشويه الحمد لله دابا صافي يعني كنشوف مازال الناس كيتلاقاو دابا في الزنقه ولا شي بلاصه كيدويو على ليبنوز مازال سي نورمال سي نورمال لان هذاك اللي تعرفت به <applause> مي دابا كلشي كيدوي الاغلبيه يعني تبعني بنادم دابا على الموسيقى فهمتي داك وانت جوبونس يعني دابا مازال كتفكر دير شي سبيكتاكل ديال ليبنوز شنقول لك ليبنوز حاليا حاليا

مي ليبنوز هو مازال وانا الحاجه اللي فرحتني في ليبنوز وضيق حد وين عليه ما. اللي فرحني بزاف هو انه شو شحال الوقت باش حبس انا ليبنوز اخر مره باقي عاقل بالضبط اللي درتو كانت في اكتوبر 2019 هذا سبيكتاكل جو بونس انك غادي تضرب برافو عليك هذاك آه. كان سبيكتاكول. في مارس مارس 2019 ما. مي باقي عاقل في دوزيام كنا درنا واحد لا كانت في اكتوبر 2019 من تما ما درت ليبنوز فريمون حتى اخر مره هذيك كانت في واحد الصوالح مع مع رضوان اللي كان نوجد له تحيه كبيره كان عرض علينا الدار ديالو جلسنا معاه وادي وكانوا طلبوا مني ندير لهم شي حاجه كنا درناها مع واحد الاصدقاء تما حاضرين فوالا يعني 2019 حتى لديك دابا في الصيف اللي فات ما كنت درت لي من الحاجه كما قلت لك اللي فرحتني هو زعما الحمد لله ما بان حتى شي واحد اللي عوض رايس في ليبنوز وهذه حاجه <applause> صعيبه <applause> يعني شو شحال وانا خاوي الساحه والحمد لله حتى شي واحد ما بان دونك هذه فرحتني يعني عطاتني كثر ديال الحمد لله يعني درت واحد حاجه اللي كانت زوينه وماشي اي واحد يقدر يدير في حاله الحمد لله نرجعوا نرجعوا نتكلموا هذا لو بوين باسكو غنمشيو دابا سمعوا واحد لا شونسون تي زوينه كتجبني قلت لك الاغنيه ديال شدوها شدوها غير الله يودي اغنيه اغنيه وي... زوينه غير على هذيك هذيك آه. الموسيقى ديال الاخر الموسيقى آه. ديال الاخير مي هذي شدوها جو بونس رقاده و... سي هذي رقاده ديال رقاده شدوها و... كنا درنا السر رقاده بحكم انت كتعرف انا الاصول ديالي من الريف فكان ضروري علي ندير شي حاجه اللي كتمثل ديك المنطقه ورقاده شي حاجه كيموتوا عليها المغاربه كاملين سي فغي سي يعني الحمد لله هنا شوف المغرب الزوين يعني كل بلاصه كانت لها عند عندها عند يعني عن التنوع ديالها وعند الموسيقى ديالها عندنا تنوع, كبير الحمد لله, ف... كبير الحمد لله ف... في مراكش ولا في اكادير ولا في ولا في الريف ولا آه في, آه في, في الغرب ولا في الشرق اي بلاصه كتلقى عندها واحد اللمسه فنيه لمسه فنيه صعيبه ما في اي بلاد سي فغي سي فغي ما كايناش البلدان اللي عندهم التنوع الثقافي كامل لا مم. في الطبخ لا في اللباس لا في اللهجه لا فانت كتشوف الحمد لله على النعمة المغرب داكو بعد حنا كندوي على التنوع تنوع عندك اخويا ياسم ياسم رايز حتى شوف... في الناس اللي متبعينك انني شفت تقريبا هذه الفيديوهات الفيديوهات الاخيرين ديالك اخويا آه بزاف شحال اللي نعرف شحال ديال شحال دي اللي دي انستغرام ديالك شحال ديال المعجبات يعني شحال تقريبا اون فام شحال تقريبا بورسنتاج لي فام عندي شي بأه... 100 تقريبا لا عندي شي شي و70% قريبا شي 80% صراحه اللي <applause> <applause> متبعين اكثر ديال البنات و, و... زعما لي فام اون جينيرال واش نقدروا نقولوا انه البنات كيكونسوميو اكثر اليوم كنتكلموا كنت على الموسيقى <applause> <applause> انه مثلا يعني شحال واحد يعني كيدير شي اغنيه وكتلقى انه داك البيبليك ديال البنات هو اللي كينجح ليا ديك الاغنيه يعني واحد لاسيب للبنات انه معيار بانه اغنيه تكون ناجحه وي <applause> سي يعني البنات طبعا البنات كثر كيسمعوا الموسيقى والبنات تقريبا يعني كيكونسوميو اكثر من اي حاجه فهمتي يعني البنات ديما فيهم ديك حب الاكتشاف وكذا وهذه سي نورمال اللي غنبغي نقول لك هو زعما الدراري كثر في هذه القامه تلقاهم في الراب مم. يعني الراب اللي عندهم كثر الدراري والراي حتى الراي دابا حتى الراي بيان سور حتى من درس الراي شفت بزاف الفيديو ديال ديال رجال كبار تا هما والدراري وكذا حتى هما مع كيما الاغنيه و باسكو اليوم ما انت كنت كي في اختيار ديالك ان الاغنيه لعبتي بزاف على تيك توك ماشي قريت شي اغنيه وقلتي صافي غادي نرجع لها فاللو في الاول انت كنتي باغي وكنت عارف انه تيك توك يعني جو دير دل ماشي نهضرتش مع شي وحدين يعني تكون مشهورين سيغ تيك توك تتبارك الله عليك الكونت ديالكم مزيان يعني لعليك. في تيك توك غادي مزيان يعني كان شي تواصل واش داخل في الاستراتيجي ديالك الاغنيه ديال بروموسيون ديالك قلت انا في الاول يعني ملي قلت غندير هاد الاغنيه قلت نتمنى يا ربي تمشي في تيك توك لان داكشي ما عندكش فيه تحكم يعني انت كتحط داكشي الحمد لله الاغنيه تخدمت زوينه اسمعوا الناس يعني من الجزائر من الجزائر يعني ديك الاغاني ديالهم وعجبوهم يعني عجبوهم كاع شحال من واحد كتب أن عجبتني الفيرسيون ديالك على الفيرسيون اوريجينال صحيح يعني أه فالحمد لله يعني كان شوف ديما الى شهدتي وخدمتي راه غيكون ريزولتا فهمتي الى شهدتي وحطيتي واحد الحاجه زوينه وخدمتي عليها وكيبقى طبعا تيسا ديال الله سبحانه وتعالى راه غتوصل للناس فوالا حطيناها وديك شي اللي كان مزيان احسن اغنيه اللي مشات نقول لك كاع في في الريبيرتوار ديالي كامل يعني عمري ما شفت الحمد لله ريزولتا بحال هكا والحمد لله مازال خير ومازال كنتسنى مازال آه يعني باقي الاغنيه الصيف وباقي مازال غادي تخدم ان شاء الله وتخدم كما تنقولوا في السهرات والحفلات ان شاء الله ديجا وتمشي مزيان وتمشي مزيان وقد ما هاتك محدك تكلمتي على الشياد فانت انت شفت شي بزاف في الكليب لانه الكليب يقدروا يشوفوا مثلا الناس ياسير يقولوا يعني إنسان مع كده <applause> شوف انسان معقول كذا ولكن عندك واحد لي ديال الصطيا ودير واحد الشطيح راه ما فهمتش والو تنقول ياسير هذا هكا ديال ديال ما يمكنش اشوف كما كيقولوا لكل مقام مقال <سؤال> ياك يكون سوك الشخصيه ديالو أضبط على حسب كل سيتوياسيون يعني وديما في, في اطار الاحترام مي الضحك خصو يكون منه شويه المعقول خصو يكون منه شويه انا لما دابا المشكل اللي كنطرا باقي كيكتبوها شويه في لي كومونتير كنفهمهم لان الناس في الاول هذاك لي بروز يعني افورس شافوني بزاف لي كوستيم كرافات اوفيسيال <applause> واو على اوفيسيال و... بزاف ما كنتش كنضحك وديما ديك مغنزل يعني داكشي دي كنداخل ديك لو شو ديال ليبنوز وليد وينعس هو وليد وينعس ماشي اللي دويرعف <applause> <applause> اللي دويرعس اللي دويرعس <applause>

ودوت الاحترام وحاجه مهمه اللي عجبتني بزاف انا دابا شوف دابا دابا حنا نديرو التحليل ديال بحال لا حل, حل شي مال تحليل غادي نحلو ديك أغنية وداي كنقول الناس انهم اللي مازال ما شافوش يعني المدلي ديال ياسمي رايز دخلوا لاشين اوفيسيال ديالو سوغ يوتيوب ياسمي رايز وغادي يشوفوا هذا المدلي وغادي يعرفوا علاش كنهضرو باطر يعني كما قلت لك الاحترام انه كليب كان في غير الدراري واه برافو عليك واحد معلم وكليب بيان سي هو اخويا شنو غادي نلاحظ لا كديتك تنعرفك كيعرفك فين غادي والدراري اللي كانوا تبارك الله يعني كوجوم تحيه كامله يعني بحال الخطيب كان اسامه طيب الياس الشاط كان الياس الشاط آه انا غير صد... غير ذاك اللورك ما كاش كيضحك علاش؟ شكون هو؟ كنتو ما خلصينوش؟ <تصفيق> 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 <تصفيق <ماشي> اه كديو على سيمو سيمو بيانيست اللي كانوا جالو تحيه كبيره كانوا جوج تحيه سيمو هذاك هذاك اورغانيست ولد معايا طنجاوي تبارك الله عليه توا قادم بقوه ولد زوين تبارك الله في هذاك غيكون ان شاء الله هذاك معايا في ليكيب يعني نكونوا في الحفلات وكذا غيكون معايا هذاك الولد اول مره غادي يصور شي كليب اه هكا فهمتي دابا هو قالها لي حتى سالينا قال لي اخي خويا ياسر انا اول مره غادي يصور شي كليب دونك فهمتي هو كان سيريو كان فهمتي بهذا مي مزيانه توا عطى ديك اللمسه ديالو هكا لا حيت كيبان لي مثلا يا سيري <applause> يعني كيش طاح الخطيب كيش طاح الدراري كاملين يعني كيش سيريو سيدي لوغانيز كيدير غادي معاه غير بشويه بشويه مي سيتي بيان ما كانش بروبوز انه يكون معاك بنات مثلا ولا شي حاجه لا لا أه درت عندي بزاف ديال الكليب تعرف اللي كانوا فيهم بنات سيرتو في الاول سيرتو في الكليب اللي كانوا في, في الاول ديال 2000 و... في الاول في 2020 الاول 2021 مي صافي ديك كانت واحد الحلقه نقول واحد المرحله يعني كنمشي يعني تاب باغ تاب هادشي ما كيبلاش انه خلاص تكون واحد اغنيه واحده اخرى يكونوا فيها بنات مي يكون داكشي يا ريكون لاصق جاي في بلاصتو فهمتي مي شوف البنات اللي هلي خطيهم علينا راه ديجا تبارك الله كاينين انت كتشوف انا كنقول لك تقريبا على 80% انستغرام دونك خلينا شويه <applause> دابا الدراري عملنا شويه الدراري وكذا ونضحكوا ونتحركوا مع بعضياتنا وحنا مرتاحين ماشي بحال ملي كيكونوا البنات وخصك تحرك وتدوي بالجرام وكذا تما كندوي ونهضروا نورمال وجيب يا فمي وطلاق صافي هكذا مزيان واش ديك المود ديك الفيلينغ كيوصل في الاغنيه الناس ايوا صافي ملي البنات يعني بعض الفوا يعني الطلبات يكونوا صعاب واحد شويه يعني مثلا تخيل معايا تو كتغني ونقول لك اللي جرح ما يداويش تخيل معايا اللي جرح ما يداويش يلاه غني هذيك يلاه العزيز تحيه كبيره لهم تحيه كبيره لهم باسكو يعني كل لا فاصون اللي تبارك الله عليك وديك الانيرجي اللي, اللي كتعطيها ياسير حتى في تفل الكليب ديالك فكتبان انك يعني كضحك ونشاط وحتى الصوت تبارك الله فهو زويون والاداء بحك والحضور واش اللي بغينا بغينا انه غير يعني اي واحد عنده شي كما تنقولوا عنده شي ستيل كما قلت كبيره انت تقدر تكون اليوم يعني عطيتي واحد لو با ديال بزاف دريت تيغنيو الراي ولكن نقدروا نقولوا كيغنيو فواحد لا فاصون ما دير نقول شويه اماتور يعني كيغني مثلا في العسات ولا كيمشي شي بلاصه وتيغني فيهم وما عندوش ذاك لو انه يدير مثلا اغنيه ويحطها سيغ يوتيوب برافو ويقدر انه يغنيها بالك كنشوف مثلا لي والنقطه هذه تكلمت فيها قبيله سيكو لي يعني مثلا كيديروا اغاني ديال اللي كيديروهم مثلا ديال الراديو ديال دي واي دي واي هذا الشيء فكتلقاهم انهم كيتشافوا بزاف وكتلقاهم بعضياتهم كيخرجوا 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 حنا عندنا البوتونسيال ولكن ما تنقدروش برافو عليك حنا عندنا واحد المشكل مازال انا ديما كنقولها لهم مازال ما بغاو ما يحلوا عينيهم عليه أه المغنيين ما عنا الله ينعش الشيطان ما, ما بغاوش يديروا اليد في اليد ما بغاوش يخدموا ويديروا لي فيتورينغ بزاف ويعاونوا بعضياتهم ويبارطاجيو بعضياتهم حنا مازال عندنا ديك ال... كيفاش كنقولوا ديك الحساسيه بيناتهم ديك الحزازات مازال كل واحد راسي راسي وهكذا ما كاملين يوم ما غاديش يمشيو بعيد وخير دليل على ذلك انت كتشوف يعني المشاهدات غاده وكتهبط لاحظتي في الاعمال الفنانين اللي كانوا كيديروا مئات الملايين المشاهدات شحال هادي دابا كتلقاهم <applause> بالسي باش كيوصل شي خمسة المليون او لا 10 او لا 20 كاع ولا دونك <applause> خص <applause> 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 خصي <applause> يديروا لي يعني انا كنقول لك يديروا ماشي نديروا باش ما يقولكش هذا واقيلا كيدوي على راسه ولا كيضرب على راسو انا راني خدام على راسي انت كتشوف كنقلب على السيل ديالي بطريقتي بالحماق ديالي بهذا احمد دابا كان كاني كندوي عليهم هما لان اليوم درتي واحد الاغنيه نجحت لك مثلا ايت غدا غدير واحده اخرى ايت من, من بعد ما يبقاوش يضربوا لك الاغاني وغد تنسى وهاد القضيه كتضرب بزاف ديال المغنيين كيخرجوا اغاني كيضربوا لهم ديال بصح من بعد ما كتبقى تسمع عليها حتى شي حاجه ماشي هكذا خصو يكون الفن فهمتي خصو يكون الكثره لي زانجيني ما كيحبسوش صاحبي كتدخل لاشين ديالو كتلقاه تقريبا كيحط كل كل سيمانه كل سيمانه كيحط الجديد ولكن نتكلموا على الكثره انت واش دابا مثلا غادي مع البرانسيب ديال لا كاليتي ولا كونتيتي انت خصهم يكونوا بجوج لان ملي كتشوف لي زانجيني الصراحه مكتسمع كتسمع الموسيقى ديالهم واخا واخا كبيره مكتسمع كتسمع تقريبا كاليتي واعره فيهم وما عندهم سخط في الكلام في الالحان فهمتي واخا ما عندهم مشكل في الميكس اكزاكتومون <applause> الميكساج <applause> عندهم فيه مشكل سي فري حنا عندنا الميكس واعر ولكن هما عاد خاصك تعرف القضيه هذاك الميكس هذاك اللي كيسميوه حنا في الدومي كنسميوه موسخ كنقولوا هكذا كنقولوا بدل تيرم كنقولوا ميكس موسخ هو هذاك الميكس موسخ هو اللي منجح لهم من ديك الاغاني شي الواي واي اللي درتيه صافي ما كينجحش كتسمع ديك الحركه واو برافو عليك هذيك هي هذاك هو هادشي الف... هو اللي كيخلي الواي واي شي الواي واي اللي كان نقي ما ينجحلكش ما يضربش وداروها شحال من وحدين بغاو يديروا واي واي نقي زعما مسجل هكذا ميكسي مقاد ما كيضربش أدابا شنو نقول لك يعني قادي فريمون يعني كبرات كما تنقولوا كاين بزاف واحد لا كونكورونس اليوم قلنا لك لي قلنا لك ياسر انا واش انت تي اوفر بور ل فيتوريينغ نتكلم شي على القضيه هذه الا شي واحد مثلا جا عندك وقال لك نديرو فيتوريينغ واش كاين ديكريتير ولا تقول لي مرحبا لا بيان سور انا اي واحد اللي ما كيهمنيش واش مشهور واش لا واش عبد بدي يكون غير بجوج بينا غادي بجوج بينا تكون عندنا واحد لا اجوتي في هذاك البروجي مم. يعني بجوج بينا غنكملوا بعضياتنا ماشي مثلا بجوج بينا متشابهين مثلا في طريقه الاداء أو في لا خصنا نكملوا بعضياتنا مثلا شحويج شي حوايج ما عنديش عنده هو كذا هادي طبعا لكن كاين القضيه يعني باش نكونوا واضحين قبل كنت هاد القضيه يعني مثلا غادي يمشي فنان اكس نقدر نقول في المغرب معروف كتلقى يعني شي واحد باغي يدير معاه في تونيو وعنده اغنيه زوينه ولكن تيقول هذا يلاه بادي غادي بحال غادي يهرسني في الطريق ما غاديش يخليني انني نوصل ولا حتى نجحت الاغنيه غنتسمى يعني هو غادي يبان ويقدر يفوتني يعني واحد كيفكر بواحد وهي اللي قلت لك خبير هي اللي قلت لك خبير هي صعيبه هاد القضيه حتى الا كان هو واصل والاخر واصل كيقول لك لا ما نعطيش من, من الببليك ديالي كذا فهمتي <applause> وحنا كنسمعوا هادشي وكنشوفوا بعيننا وهادشي ما خصوش يبدل ما ديالي ولا بيبليك ديالو آه. ما كاين شخص... جمهور كيسمع شي حاجه اللي عجباتو كيسمع آه. ليها حنا كنديروا واحد الفن آه. واحد الفن كنديرو الناس باش ينشطوا باش يفرحوا وشي والله العظيم كل ما يكون قلبك زوين سبحان الله ما كتعرف كيفاش ربي كيبقى يسلك في شي امور ملي كيكون قلبك قبيح <applause> كيبان لك الامور غاده انت كيسحب لك غاده ولكن لا في التالي ديال الطريق ديالك كاين واحد الحيط عرفتي غتجي فيه غتجي فيه نيشان غتسوق شي اسئله آه غتشوفني عليهم شنو آه <applause> الخوف اخاي بارك الله فيك شي خوف اخاي خويا انا يقدر تجي تصلح ودير لي رجل نعس دوخ العينون دو. دو. عقلتي نهار آه دو نهار دوختيني دو كانت في شي 2018 2018 بحال هكا كان لا ولا اول مره كنا تلاقينا ديك الساعه جاني النعاس صافي اه ديك النهار واش درتي لي هذاك النهار خاصني نجيب شي سداري هنا ونخليك تما مشيت هو انا كنلقى انا سبيكتاكل ديالك واحد سبيكتاكل حضرت ليه تك الناس كل حدايا لقيتها درتي تجربه مع ذوك الناس كاملين اللي كانوا معايا وي هذيك سيتي بروميير هذيك في العالم العربي عمر شي واحد ما دار لي بنوز للناس في بلايصهم الناس في بلايصهم وكيبان لي حدايا حدايا فهمتي كيبان لي حدايا اللي ناعس اللي كيشطح اللي كيدير اللي خاش يدو شي يجي يقلب شي بلاصه بلا اطونسيون ردوا بالكم ردوا بالكم يلا غادي نسولك ياسير وانت عارفك عليك يعني انسان صريح لا لا قولها لي انسان صريح وانت ونتفل... لا ونتفل... في إجابات في الاجابات ديالك صريح اليوم واش ما ندمتيش على هذا القرار اللي درتي ماشي قرار مي بلوتو على هذا السويتش اللي درتي من اللي وكنتي كتقول الا كنتي مثلا كملتي في ليبنوز واش كنتي لودونس ولا الشعبيه ديالك كتكون في هكا اليوم هي كل حاجه فيهم عندها فضل عليا لي الحمد لله هذاك لو بريستيج ديال الحمد لله اول مره او فنان مغربي في العالم العربي كيدار لي دو سبيكتاكل هذاك سيتي ان بليزير واحد ليكسبلوا بالنسبه ليا الناس عرفوني به والغناء عاوتاني شنو نقول لك الغناء واحد الحاجه عاوتاني اللي توشي الناس كثار يعني لي بلوز خصو حتى يجي يشوفك في سبيكتاكل مي الاغنيه ديالك لا غيسمع هو جالس غيسمع هو كيتريني غيسمع هو في الطوموبيل دونك كترافقو كثار أه واحد اللي كتعجبني حتى هي الصغر ديالي أه دونك هي كل حاجه أه، بحلاوتها كيف كنقول داكو شنو الاغنيه اللي درتيها يا ياسير ولا اسم رايز اليوم ندمت عليها وقلتي كون غير ما درتهاش ودخلت عندي في الأغنية الاغنيه اللي ندمت عليها <applause> <applause> جالسين نسفلك تان طن 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 ولا هو نقدر نقول لك هو ماشي كيسيون ديال الاغنيه مي مثلا انت أه كتعرف لي كليب ديالي في الاول كان فيهم بزاف ديال البنات وهذا <applause> اه هذيك هي حاجه زوينه مي كي كاين ناس كيشوفوها بواحد كوتي نيجاتيف يعني كيقول لك آه ودابا وكتجيب هاد البنات وبزاف البنات وهذا واش ما كتخافش الله وكذا وهذه الوغ كو زعما هادشي ما عندوش علاقه بالعكس حنا راه نقول لك انا كنخاف كان... الله اكثر من بزاف ديال الناس يعني ربما كان بان الناس شويه بحال متفتح ولا شي حاجه بالعكس انا الحمد لله شاد الصلاه ديالي وكل شيء وبعيد على خصك تعرف اخي ناني وربي شاهد على الكلام اللي كنقول أقول أه... عمري كميت في الحياه ديالي عمري شربت يعني بلو ريسبي كامل يعني الناس اللي كيديروا شي حاجه يعني احنا ماشي كنحاربوا هذا الشيء ولا شي حاجه كل واحد كيدبر راسو انا هذا هو يعني البرانسيب ديالي في الحياه المهم انا كما درت حتى شي كندوي على راسي زعما انا بعيد على هذا نهائيا بالرغم انه كانوا بزاف يعني يقدروا يدخلوا في هذا العالم فاسيلمون احنا شنو نقول لك احنا ملي كنجلسوا ديك الشيء ديما قبلتنا اخي يعني انت عارف هذا الشيء مزيان يعني الدومين هذا ما يستر شي حوايج اللي ما من الشراب وبلا يعني ما ندخلوا في الديتاي يعني ديما كتشوفهم قبلتك وهذا مي الحمد لله يعني بالتربيه اللي ربونا الوالدين ديالنا كنوجه لهم تحيه كبيره الام ديالي والاب ديالي من هذا المنبر الله فالتربيه زائد الحمد لله حشوية شويه العقل و كيبقى يعني انا كنقول لك الحمايه الله سبحانه وتعالى يعني شحال واحد كيقول لك انا ذكي وهذا وفي التالي كدار به يعني ماشي كيسيون ديال الذكاء ولا ربي كيحفظك من داك الشيء هذاك انا سأل العالم ديال الليله خاين انا تعرف انا ما عنديش معاه فهمتي غير باغ كوانسيدونس جات مع الدومين الموسيقى وهذا ما كتعرف حنا انا انا شو انا الهدف ديالي ملي كندخل لواحد البلاصه سي قبلتي واحد الجمهور غادي نبارطاجي مع واحد لو مومون زوين مم. صافي فقط اكزاكتومون برافو عليك اليوم نقدر نقولوش انك انت عانيتي من النظره ديال الناس انه كيقدر كما كي قلت هذه النقطه مهمه بزاف كيقولوا هذا في العياقه لا هذا كبار هذا مداير وفاش شي عاشرك تيعرفك كيفاش دير كما كي تنقولوا المعدن ديالك بزاف هذه القضيه, دي بزاف. بزاف القضية دي اللي كنسمعها بزاف بزاف هذه القضيه ديال اه صاحبي كنتي كتبان لي عايق كنتي كتبان لي حاسب في راسك طالع السماء كنت آه كنتي لي في شكل كيقولوا هذا في شكل ما كنفهمش شنو كيعني بها في شكل كتبان في شكل آه الوغ كو ملي كيجلسوا معايا كي م... ابسط الناس وين يعني كندوي بواحد الطريقه من... متعارفه القضيه وكتشوفها ديما يعني كندوي سبونطاني ابعد الدرجات كندوي نورمال كندوي اللي قلبي في لساني ما عنديش مع النفاق اللي كي كان اللي جابتها كنقولها زعما ما كاينش النفاق نهائيا الحمد لله والناس مزيان مزيان يكون غلط فيكم بعد تصحح له الفكره احسن ما تكون عنده فكره عليك مزيان ومين يعرفك ت... يندم <تصفيق> 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 انا كنعرف ياسير عندك معجبات بزاف ياك يعني. صح واش القضيه تقدر توقف انه عائق في انه يسير ياسير نشوف نار نهار مزوج و يعني كيفاش بان آه. الزوجه المستقبليه ديالو يعني. واش كتغير كتكون عارف المجابات الفيديوهات تيك توك القضيه هذه واش واقفه لك عائق في الزواج ديالك يا الصراحة هي شويه صعيب لان يعني كتجيبها سي نورمال حنا بشر سي نورمال يعني الانسان كيكون عنده دي غولاسيون هذا فكتجيبها يعني البنت واخا كتبغي تبين انها صباره واحد النهار كت بحال نقولوا كت كتفركع بحال كنقولوا يعني سيرتو ديك ديك الفيديو ديال دي البنات مي انا عاوتاني يعني كنفهمهم هادشي كون كو ان كاين ياسر الانسان نورمال وكاين مورايز وانا بالعاني درت هذا يعني التفريق ما بين التسميات يعني درت واحد دونك ياس إذا هذاك بوحده مم. في المجال الفني تقدر تشوفني كنضحك معاه وكذا وهذه ولكن لا واحد لو كوتي مم. والانسان بوحده راه الناس يعرفوش لي الحياة دي الشخصية ما كيعرفوش الحياه ديالي الشخصيه راه ما كنبيناش انا انت كتشوفني ميم في لي ريزو سوسيو ما كنبارطاجيش انا الحياه ديالي الشخصيه ولي ديتاي وكذا وهذه دونك من نهار اللي غادي يوصل وقت ديال الزواج سي نورمال تكون حاجه واحده اخرى ما عرفناش من تما الصراحه. تدير دي ساكريفيس. ضروري مم. لان الحياه ما يمكنلكش تاخذ كل شيء. صحيح. ضروري باش تاخذ حاجه خصك تضحي بحاجه مم. دونك حاليا انا مضحي دابا بالزواج. مم. يعني حاليا مضحي بالزواج يعني باقي شويه من أجل هذه المساله لان مازال عندي شي حوايج خصني نوصل لهم انا باش نكون راضي على راسي لان هكذا أنا, انا دي من صغري انا ملي كندير حاجه قبلت عيني خصني نوصلها ولاباس واش فهمتي نحققها ولاباس ما كاينش آه فدابا مازال شي حوايج عندي اللي باغي نحققهم. فلذلك دابا الى يعني تزوجت ولا شي حاجه نقدروا نقولوا غادي نضر ديك بنت الناس فهمتي يعني واخا تكون صباره شحال ما كانت انا ما بغيتش نشوفها ما بغيتش نشوفها اصلا كتصبر فاش باش كبر خصك يعني ما بغيتش نشوفها كتحمل واحد حاجه اكثر من الطاقه ديالها يا سلام يا سلام فهمتك فهمتك رومانسي بزاف 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 بهذه القضيه واش بغا كتصبر سي نورمال صافي كتفكر لها ولكن انت كتشرط شويه كيفاش كتشرط شويه كنتشرط سي نورمال انا ما كذبش عليك لا بكل صراحه انا ماشي نقولوا صعيب دابا هو هذا هو المشكل دابا حنا, حنا ولينا في واحد الزمان ولينا في واحد الزمان اللي كيطلب بحقه كيما صعيب صافي واش اللي كيقصد لك كطلب امور بسيطه يعني الناس يقول لك لا دابا انت وفنان وعاد دابا كتدوي وكتقول عندك البنات وكذا وانت باغي المراه ديالك تكون مخبيه انا ديما كنقول لهم كنقول لهم المراه ديالي غنتزوج ما غاديش نبينها ما تبيناش طبعا ما غاديش نبينها غنعلن انني تزوجت وما باش ترتاحها هي باش لا خصك الناس انا كتزوجت ديما تيكون قليب وداك الشيء كيفاش؟ دير واحد ليموسيك لا غادي يعني أعلن عليها أه ونقدر نبين شي لقطات مثلا من من ديك الحفل وهذا يعني يعني ولكن أه ما تبانش هي وراه الحق ديالك هذا لا حرمه هذيك كتبقى يعني انت كتشوف ناخذوا العبره غير ما تشي اللي كيوقع في لي ريزو سوسيو كينوضوا كيديروا الهيلاله ما كدوش حتى شهر كينوضوا يتفارقوا كيقلبوها صباط واش هذا لك؟ علاش؟ لان الانسان الرسول صلى الله عليه وسلم وسانا على المسائل ديالك خصك تقضيها <تصحيح> بالسكات وبالكتمان فهمتي سورتو المسائل اللي كتكون حساسه والمسائل علاش انا غادي نبارطاجي مع الناس <applause> المرض ديالي علاش تبقى حاجه ديالي علاش غادي نبارطاجيها فما هو خونا معنا وكيقول لي برافو <تصفيق> <تصفيق> لا بصح حاجه ديالي واضحه هو هي مغربي اللي غيرتك تعرف المغاربه تبارك الله عنا الغيره وهذه هذه حاجه كتبقى شخصيه فهمتي انا متفق معك متفق معك ولكن المشكل دابا غادي نعلن أنا يتزوج هذه ليها هي باش تبقى هي مرتاحه يعني انت مبين راسك انك مزوج ماشي مزوج ومخبي وباش تقنعها هي مثلا ان هي كتبقى مثلا عندها داك مثلا عندها كونت انستغرام عندها سميتو عندها واحد الحياه هي تقول لك بحال غادي تبريفاتيزي هذاك الشيء غادي بحال غادي تحرمان نقولش حرمه مي ابخي كيبقى هذا الشرط ديالك بغات هو داك بغاتش برافو عليك هذه آه. اللي كنت باغي نقول لك دابا آه. انا عمري شوف انا دابا نعطيك مثال مزيان فتحنا هذا الموضوع هذا مهم م. البنت ها هي دابا البنت ياك مي غنمشي لعندها ما غاديش نحاول نبدلها داكشي اللي انا باغي لا لا خصني تحفيها في فيها في الاول هي فيها داكشي اللي انا باغي اولا بعدا واحد 70% من داكشي اللي انا باغي و30% يحيى الله ما كاين الكمال لله لا كاين بنادم كيمشي عند بنت مثلا كتلبس واحد النوع معين ديال اللباس كيتعارف عليها ويضربوا شحال ديال غولاسيون والوقت اللي وصلوا مثلا معقول كيقول لها لا انا خصك تبدل عليا داك النوع ديال اللباس نهار الاول مشي... اه دونك نهار الاول مشي عند وحده <applause> اللي اما كتلبس هكذاك ولا اللي عندها لا ريسبسيفيتي مازال تلبس هكذاك دابا دائما مثال وقيس على ذلك لا في الكوتي فينونسي لا في الكوتي بيرسونيل لا في الكاركتير لا في لا في العلاقه البرايفت فهمت اش كنبغي نقصد لان تما ما كيوقعش تفاهم <applause> يعني العلاقه ديالك انت ومراتك دونك هنا <applause> خصو الانسان يتفاهم على هادشي كامل لان انت كتشوف الطلاق <applause> 800 حالة دابا داروا في فرنسا 800 حالة طلاق في النار صافي ونقدر نقول لك انا بين السبب الرئيسي يعني انه بزاف ديال الناس يعني ما يعني تو سامبلومون باسكو كيما قلت انت في الاغنيه ديالك كل شهر شدي الماندا لبسك غير الماركه لي فاكونس في مالاكا ايوا يا مولاي متطلبات بزاف ولكن الانسان كما تنقولوا دائما واحد ما كيعجبني لبس قد كيواتيك ياسير وصلنا اخويا الوقت كيدوز دغيا آه سا باس ترو فيت يعني شكرا لك بزاف اخويا ياسير ومازال مازال غادي نزيد ان شاء الله ونعاودوا ان شاء الله حلقه اخرى خلينا كم تيغ اغنيه مول ناس اللي يشجعوك الناس اللي اللي بارطاجيو فيديو ديالك اللي مازال ما شافوش قولوا لي شوفوا اش بغيت نقول الناس اللي كيبغيو اول حاجه بعد الشكر كبير ليك اخويا ناني الدراري اللي معنا كامل. شكرا لشادا اللي دي ديما كتستقبلني مني وديما كتصادفني وكتكبر بيا وكنشكر الناس بزاف بزاف وهي الاغنيه الميدلي راي فرحوا معاها نشطوا معاها إحنا هادشي اللي كامل كنديروه شكرا بزاف تبارك الله عليك يا سير وشكرا لكم انتما اللي كنتو كتسمعونا كان معنا ياسمي رايز ضيف ديال اليوم بقا لكم السلام عليكم نتلاقاو الاسبوع المقبل ان شاء الله تشاو تشاو